والله احنا الحمد لله هسه كده على خير، ما في عوجه، الامور ماشيه كويس، لكن ما عارفين امورنا عادي ماشيه لشنو. هنرجع بيوتنا ونسكن فيها بانهيار ده ما معروف، هيصلحوها لنا ما معروف، كان يعني يردمونا للبحر ده ما نعرف. المهم ان هسه في مشكله كبيره جدا جدا هسه كده. احنا الحمد لله البحر رجع مننا وهذا قاعدين في الخيم والحمد لله الحال مستوره ما في عوجه، لكن ما عارفين الحال تاني شنو. هسه بيوتنا منهاره كلها منتهيه، حيشان ما في، البخانات ما في. هسه البخانات الحمد لله في ناس جو بيحفروا لنا فيها، البخانات في ناس ناس خير بيعملوا بيحفروا فيها، لكن الحيشان واقعه والبيوت واقعه وما عارفين تنهار فينا ونرجع اليها ما عارف. تاني بعد ده كله يعني نحن ما عارفين الجاي بعد ذاك ما معروف شنو. هل نحن يبدلون الاراضي دي دون اراضي ثانيه سمحه نسكن فيها ما معروف. هل يردموا لنا ناس الحكومه يعملوا لنا جسر واقي عشان نحمينا من البحر ما معروف. نحن دايرين يعني جهه مسؤوله عشان تقوم بواجبنا. طيب يعني المرض فيه هسه انا عندي عمليه والله، ولا زال ثاني عندي عمليه وما قادر اعمل اي شيء الا بقدره الله. نرجو من المسؤولين يعني يساعدونا يجيبوا معنا يشوفون حل المشكله دي، كبيره يعني ما سهله. وعندي امي كبيره واختي معي في البيت واخوي ذاته برضه ما شغال اي حاجه. انا بيتي ورا هناك وقع ما في اي حاجه. يلا انا سي حاليا دار لي خيمه هسه عندي، تعالي شوفي ركبتي ديك القعده فيها، قاعده فيها اسبوعين حر وهنا وسع. انا مسكن ملاري وضغطي نازل، وسع انا داري حاليا حق الدرب، دوري هسه حق الدرب ده. سعد تعال تعال خليك تعال بيا تعال يا حق. السلام عليكم، نحن متضررين منطقة الشقيلاب من الفيضان، و والله نشكر كل الدول اللي وقفت معانا يا جماعة وساعدتنا يعني بالمعونة، ونشكر شركة منظمة رواحل اللي قوتنا بالخيم. بس هسه يا جماعة نحن دخل علينا موسم الشتاء، ونحن عندنا ناس يعني عندنا أطفال صغار، الخيم دي هي صح قوتنا، لكن هسه بقت ما 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 كافيانا من الهواء، هواء الشتاء اللي هسه بدا فينا يعني. فنحن عايزين يعني جهات رسميه، حتى الان نحن حتى الان متقاوين فقط بين شركه رواحل منظمه رواحل، حتى الان ما جاتنا اي جهه رسميه، ما جاتنا جهه تشوف احنا حوجتنا شنو. ونحن قاعدين هنا الان، الخيم دي ذاتها يا جماعه عندها عمر معين حتخلص من راسينا، ما عارفين مصيرنا شنو. حنرجع منازلنا لانهار دي ونرجع نبني من جديد، ولا هل الحكومة عندها لنا أي تعديلات ولا أي حلول تانية؟ فبشكر مرة تانية المنظمة، وإن شاء الله ربنا يرفع عنكم البلاء والعناء والشقاء وكل شيء معايا والأمين. أمين أمين. وننقل كلامكم للناس عشان يساعدوا مؤسسة منظمة رواحل إن شاء الله. وإحنا بنحب السودان ونحن بنحب مصر ولبنان وكل الدول المصرية والعربية. أنت شكلك إنجليزية. والله كل سلكشة ما في مشكلة. الحمد لله. نحن المسلمين أخوة يعني. طبعاً. كلنا بنحبهم. طبعاً. زي ما إحنا تكلمنا في الفيديو اللي قبل كده، الناس عايزة سكن. أيوة. أهم شيء سكن. سكن. إن شاء الله غرفة. والله العظيم. والله العظيم. نحن بنحيي المنظمة وبنحيي المنظمة وبنحييها. زي ما جاتنا هنا ويقفت مع اخواننا السودانيين احنا بنحييهم، زي ما يقفوا معانا بنشكرهم والله شكر جزيل، وما قصروا معانا نهائي، والله يديهم العافيه ويواصلوا معانا لاخر مطاف. واقسم مجلس نزل بيوتهم متضرره واقعين، والله بيوتهم واقعه، والله بيوتهم قاعدين لحد هسه يوم الليله، وناس المتضرره ما مضررين هسه الليله فاتوا شالوا خيمهم ومشوا، والليله ناس متضررين قاعدين ما لاقين ماوى ما لاقين محل. ونحن بنحييكم ويجزيكم الله خير وشكرا لكم وكتر الله خيركم وشكر كتر خيركم كثير، يجزيكم الله خير ويجزيكم الله خير ويجزيكم الله خير، يديكم العافيه. ونشكر كل الاخوات دول، نشكر كل العالم، صورهم كلهم عشان يشوفونا. انا بشكركم كلكم ان شاء الله، وطول عمر السودان ليها فضل كبير جدا علينا وعلى العالم.
ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. جيتنا وشفتنا، لا احنا خدمينكم جميعا جميعا ان شاء الله.